ايه ده يا جماعه؟ البنت دي شكلها بتعمل حاجه مش قاعده عند القبر، وشكلها بتعمل حاجه مش كويسه. ما اعرفش، لا اله الا الله، لا اله الا الله. تعالوا شوفوا بس هي بتعمل ايه كده. تعالوا شوفوا كده. ايه يا جماعه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. بتدور على حاجه هنا؟ انا بدعي لكل اب متوفي. ايه ايه ايه؟ بدعي لكل اب متوفي. تدعي لكل اب متوفي؟ لا ثواني بس، ثواني بقى كده. في كاميرا، طب ممكن نصور معاكي اي حاجه؟ ليه بتعملي كده اصلا؟ ابويا حبيبي، ابويا حبيبي، ازاي الصحه وكيف الاحوال؟ الله، مرتاح في القبر وعال عال؟ طمني عليك ارجوك دلوقت، ازاي بيعدي عليك الوقت؟ اوعاك فكرت ان انا صدقت، انا واقف مستغرب مش لاقي كلام ينفع يتقال. انا هسال بس يا ابويا سؤال، حنية قلبك هجيبها منين ومن بعدك كلمته تتقال؟ حنية قلبك هجيبها منين ومن بعدك كلمته تتقال؟ انا عارف اننا كلنا هنموت وان ده مكتوب وان ده مفروض، بس انا واقف مستغرب من بعد ما كنت معايا موجود، بس انا واقف مستغرب من بعد ما كنت معايا موجود. في جنازتك نعشك كان عمال يجري، وكأنه وراك في الآخرة معاد، خايف لا يقولوا ده لسه ما جاش. أنا لسه فاكرك ساعة ما ندهتيلي من الشباك وقلتيلي يلا عشان هنصلي الفرض، وقعدنا كمان ناكل مع بعض. ده الطبق اللي انت لسه ما خلصتوش في مكانه على الترابيزة محطوط، ده الطبق اللي انت لسه ما خلصتوش في مكانه على الترابيزة محطوط. انا واقف مستغرب، صورتك محطوطة وحوالين منها ازاز وعليها شريط اسود مايل، وانت عارف ان ابنك ثورة من الاحساس، ودموعه بتبكي لأي غريب، فما بالك انت يا اعز واوفى واغلى الناس. انا همشي يا ابويا دلوقتي، وهجيلك تاني اكيد بعدين، ما انا يمكن اموت بعدك واطلع، فياريت توصفلي مكانك فين. ما انا يمكن اموت بعدك واطلع، فياريت توصفلي مكانك فين، ياريت توصفلي مكانك فين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم، قلبت علينا المواجع يا هاجر، قلبت علينا المواجع بجد والله العظيم. ربنا يغفر لكل اب، وربنا يصبر كل ابن على فراقه لوالده، لان فراق الاب هو السند الوحيد يا جماعه، الاب هو السند الوحيد. يعني المفروض كلنا نبوس ايديه ليل نهار، لانك هو حرفيا، وانا فاقد لوالدي بقول لك من مكاني هذا، والله ما هتلاقي حد يحبك اكتر من نفسه الا والدك. يعني بجد يا هاجر، انت في مره عن التانيه بتثبتي لنا قد ايه اختياراتك ما شاء الله موفقه، ربنا يجعله في ميزان حسناتك، انت معجزه.